وللتحليل معنا من القاهرة بهاء محمود الباحث المختص بالشؤون الدولية. مرحبا بك سيد بهاء، ما هي المعطيات التي دفعت واشنطن لاحتمالية وضع الفصائل المشاركة في العدوان التركي على قائمة الإرهاب؟ أنا بك يا فندم، مبدئيا هو نوع من تجميل الوجه للإدارة الأمريكية لأنها هي جزء من الأزمة، خاصة من بعد السماح لتركيا بأن تفعل ما فعلته في الشمال السوري، وأن الحديث على أنه أمريكا بريئة من التنسيق مع تركيا في الشمال السوري أمر كاذب، لأنه هناك بعض المؤشرات تدل على موافقة أمريكا، منها على سبيل المثال أنه عشية الضربات التركية كان هناك ثناء واضح من ترامب على صفحات تويتر في أردوغان، وهذا المشهد لا يدل إلا على هناك تنسيق أمريكي واضح، كيف راجل يثني على أردوغان عشية اليوم السابق الضربات، ثم يأتي بعدها بيوم يتحدث عن مسألة أنه سوف يوقع عقوبات سرعان ما زعت هذه العقوبات. لذلك برغم هي قد يكون أحد أشار إليها بأنها تجمل وجهها عن طريق الاعتراف بأن هناك كيانات سوف يوقع لها عقوبات، أو نوع من الاعتراف بأنها منظومة إرهابية. لكن في حقيقة الأمر المشهد أسوأ من ذلك، لأنه جزء من الأزمة تعلق بمصير الدواعش الذين سوف يعودون للحرب مرة أخرى داخل سوريا، وبالتالي الحديث أهم على مش تصنيف هؤلاء بقدر ما هو كيف يتم التعامل مع هؤلاء داخل الأرض السورية. طيب هنا السؤال، يعني ما مدى واقعية التصديق على تصنيف تلك الفصائل الإرهابية، وهذا التصنيف في حال اعتمد كيف سيؤثر على مستقبل تلك الفصائل على التراب السوري؟ لا أعتقد أن التصنيف مجدي جدا، لأنه الأزمة هو من يمد هؤلاء بالسلاح وكيف تم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للانتشار. إن هذه الجهات حتى لا ترى في العالم أجمع أنه إرهابية، لكن السماح لتركيا تحديدا من أن تمدهم بالأسلحة أو على الأقل تكون داعم لهم تركيا أو غيرها، ده في حد ذاته هو مخطر الأزمة. فأنا أعتقد أنه تصنيفهم يعني أمر مجرد استهلاك إعلامي وليس مربط الفرس كما يقولون. يعني متى سيكون موقف النظام التركي في ظل اعتماد تلك الفصائل لتنفيذ الأجندة التركية على الاضطراب السوري؟ تركيا لن تتخلى عن دعم الفصائل، لأن هؤلاء هم أداة تركيا الحقيقية في تنفيذ سياسة خارجية ناحية سوريا أو على الأقل الشرق الأوسط. نجد أنه تصريح مهم من كبار إدارة أردوغان عندما قال أنه الدواعش سوف يعودون مرة أخرى لبلادهم. ما معنى ذلك؟ هل سوف يعودون يتم محاكمتهم في بلادهم، أم يعودون عن طريق عمليات إرهابية داخل هؤلاء البلاد؟ أنا أعتقد أن السيناريو الثاني هو المتاح، لأنه تركيا ليست على وفاق مع معظم الدول التي لديها دواعش هناك. يعني لما نيجي لما نتحدث عن فكرة أنه جزء منهم أوروبي، تركيا متوترة جدا مع أوروبا الفترة الماضية، نتحدث عن الجزء العربي دواعش من أصول عربية، نفس الأمر تركيا لديها علاقات سيئة مع أكثر من دولة عربية. إذا من كيف يعود الدواعش إلى بلادهم سوى عن طريق تنفيذ عمليات إرهابية؟ وبالتالي تركيا حريصة جدا على بقاء هؤلاء في تحت إدارتها. يعني أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات من القاهرة، الباحث المختص في الشؤون الدولية بهاء محمود، شكرا.